كمغربي كيفاش كتشوف داعش؟ كيفاش تنشوف نعيش؟ كتبان لك داعش وداكشي اللي كديرو؟ تنتمنى نعيش مرتاح وخصنا المادة ما عندناش. ما بالنسبة لداعش؟ شوية القضية حركة عيانة. داعش عند الحركة عيانة؟ حركة شوية عيانة وهادي. عارف بالضبط زعما شنو هي الأعمال اللي كتقوم بها داعش؟ عارف الأعمال ولكن وهذيك الأعمال اللي تنعملو حنايا دابا ما تنوصلوش ليها. فهمتيني؟ ما تنوصلوش لهذيك الأعمال اللي باينة حنايا دابا هاد الساعة. بالنسبة لك داعش أنت كدوي على داعش تنظيم اللي موجود في الأراضي السورية. تنتمناو نعيشو ويعيشو تا هما ويكون على خير وبخير، هادشي ما تنتمناو ليه.